engagé avec le Centre national de l'expertise médicale pour les personnes à risque. Donc, qui j'en ai un, hein? Bien entendu, ma collection de l'ordre de l'équipe. هذه المناسبة شرفني ويسعدني أن أرحب بكل الصحفيين الذين لبوا دعوتنا وجاءوا لحضور هذه التظاهرة التي تهدف إلى إسهال في التعريف بهذا الصح التعليمي والتكويني الهام والذي كان محدا لتكوين الطيارين والملاحين العسكريين بالإضافة إلى بعض